نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الشحن علي الشحن من علي إكسبريس. هكذا نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بدأت نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على علي إكسبريس، ثم سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سنقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعد سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سنقوم بالبحث عن علي إكسبريس، فيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم علي إكسبريس. هكذا نكون